مجرد ما انه باذن الله الحرب انتهت ونقول ان المؤسسه العسكريه هي اللي بقت عندها السلطه، المفترض يحصل شنو في السودان يا بروف؟ طيب اذا في اربع مؤتمرات لابد منها مع اليات، قلنا المؤتمر الاول اللي هو تلاقي اللي هو يفترض يفضي الى انه كيف دورفت الانتقاليه وما الى ذلك. طيب معه آليات العقل الاستراتيجي ومنظمة مؤسسة مكافحة الفساد وهكذا من آليات. المؤتمر الثاني اللي ينعقد فورا هو وده يصدر بقرار تأسيس مفوضية الحوار الاستراتيجي السوداني وفق قرار وفق منهج. المنهج ده جايز موجود إنه كيف يدار حوار ومن يشارك فيه. ده حوار علمي معرفي بحت ما فيه سلطة، عشان يكون هدفه يوفر المنصة السودانية اللي بتشكل الإرادة السودانية اللي بتنتج الرؤية السودانية بشكل نهائي. إحنا الرؤية اللي عملناها دي غرضنا منها نوفر الزمن، لأنه بتحتاج لأربع خمسة سنين. الآن لما تشوف الرؤية السودانية بوثائق التحليل الاستراتيجي اللي حنقدمها لهم، تسعة مجلدات حنقدمها المؤتمر ده، حنختصر الزمن. هذا المؤتمر ينعقد فورا ويدير الحوار، وإحنا اقترحنا له كالآتي: اللي بيديروه بروفيسور مستقل مهني من الجامعات في الولايات، يعني من جامعة البحر الأحمر، من جامعة القضائر، من جامعة نيال 18، إضافة إلى جامعة الجزيرة والخرطوم والسودان. طيب يبقى الحوار ده ينطلق عشان يصل في النهاية لمستوى الرؤية النهائية، الحلم السوداني، وده بشكل الإرادة السودانية. بدل ما احنا لافين من نيروبي لأبوجا، شوف أرجع لورا، من أديس أبابا لأبوجا لغيره، لافين في المدن دي كلها، ما نقعد في الخرطوم دي نصل للرؤية السودانية. طيب المؤتمر الثالث تأسيس المفوضية بتاعت التعافي الوطني والإنصاف زي اللي عملوها ناس جنوب أفريقيا. لليلة هذه الليلة بيجوا الناس يحترفوا أنا لا أغلط في حقك من أيام الجنوب، بيحصل نوع من التراضي وكده وهكذا، وبعدك بتحيا عدالة، بيمشوا الناس محكم، بيناس يمشوا المعرفة الإيه. لكن في النهاية دي مهمتها إن تنقي الجو السوداني، ما في مرارات، ودي ذات مقرونة بالخطاب الإعلامي. أنا بسرعة أقول لك حاجة ساعات مهمة جدا. الأريد لمن تنشأ مع حكومة راشدة توحد الويدان مع خطاب إعلامي يبرز الحلم السوداني بنقدر نصل. أنا عملت محاضرة عن الرؤية السودانية، انتهت بالفيلم بتاع، دائما ينتهي بالفيلم بتاع الطريق السوداني لواحد وأربعين أم أو أبو شهيد. لما يشوف الرؤية دي والفيلم ده يقول لك إذا الكلام ده حيبقى أنا مستعدة كأم أن أتنازل، أنا ولدي ده مات عشان أنتقم له، مات عشان السودان يبقى بالطريقة دي. طبعا ده لا يمنع أنه إحنا حق الشهيد يظل قائم في الناس يحاكموا المجرمين وغيره، لكن أنا قضية هدأت الخواطر، هدأت المشاعر للانطلاق نحو المستقبل، لأنه ما بيمشي المستقبل الناس ينو زل فقد ولده وكده يعني. دي المفوضية الثالثة. يبقى الحوار السوداني أنتج الرؤية، المفوضية عالية التشوهات بين القبائل وغيره وغيره، ينعقد في النهاية المؤتمر القومي الدستوري اللي يعمل دستور. أول حاجة يعملها إنه يعني ينص على الخطة أو الرؤية الوطنية كخطة للدولة السودانية حاكميتها وعدم الخروج عنها بنص دستوري، ثم ينص على تأسيس السلطة القضائية العادة وعلى تأسيس الأجهزة المهنية المستقلة زي السلطة الاستراتيجية والمقاييس والمواصفات والفساد وهكذا. بناء على هذا النص الدستوري والرؤية السودانية السياسية يتم إنتاج قانون الانتخابات وقانون الأحزاب. من الحزب؟ ما قلنا لابد من حزب عنده جماهير كافية من 18 ولاية، عنده سند معرفي، يعني في شروط قلنا المرة اللي فاتت وكده عشان نضمن أحزاب جديدة تقوم مجلس التشوهات وقانون الانتخابات. تنطلق الانتخابات الحرة النزيهة، لكن حتكون مختلفة عن اللي حصلت في 85 وفي 64 وفي 53، لأنها كانت ديك انتخابات حرة نزيهة بس، بينما دي الآن سبقتها عمليات التأسيس. هنا حيجي برلمان تأسيسي يجيز طوالي الدستور ويجيز الرؤية كخطة للدولة، وأنا من أنصار أن تطرح للاستفتاء الشعب السوداني. وقتها بعد تاني مهما من يأتي للحكم غير مهم، لأنه حيكون حددنا معايير ومواصفات، وحنكون حددنا بناء مؤسسي آليات، حيكون كمان عملنا رؤية وطنية حاكمة للكل. بعد يجي الإبداع السياسي، يعني الدعوة الانتخابية، البرنامج الانتخابي للحزب المعين هو عبارة عن الإبداع السياسي، الأدوات، الأولويات، إنه أنفذ الخطة دي كيفين وليس الخروج عنها وهكذا. بعد السودان بيمشي لقدام، لتظل هناك مسؤولية مستمرة
ده كله حمايته أن نظل نعمل في توعية تشكيل مصدرة الوعي وغيره، لأن صمم الأمان أهم من المحكمة هو الاستمرار في زيادة مظلة الوعي السوداني، ده اللي بيحمي الثورة السودانية.